أشكر التنمية والدعوة الحوارية. بصراحة عندي ثلاث أسئلة وأترك الوقت لكم بعدها، وبعدها ننتقل إن شاء الله للحوار مع الأساتذة والدكاترة. سماحة الشيخ، أبشر يا عراق، لماذا جاءت؟ هل هي حزبية أم لا؟ المرشحين فيها هل يمتلكون من الأمانة والخبرة؟ السؤال الثاني، قضية الانتخابات لدى النخب قد تكون مضروبة. على مدى السنوات اللي مضت كنا نقول أن مجلس المحافظات هي حلقات زائدة، ما الذي استجد وانقلب الأمر علينا؟ أرجو التوضيح. سؤالي الأخير، ولو ده أتكلم بشكل سريع، نزول سماحتكم بقائمة لوحدها، هل من أسباب؟ بعض المراقبين السياسيين يرون هذا انتحارا سياسيا، فأرجو التوضيح وبيان هذه الملابسات لدينا. أترك لكم الوقت 10 دقائق أو 15 دقيقة. الوقت لكم سماحة الشيخ. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، أحسنتم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أولا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا الأخوة الأعزاء، مؤسسو منظمة النخب والكفاءات العراقية من قبل تقريبا 20 سنة، وما زالوا مصرين على أن يكملوا المشوار، وهي دلالة على أن القائمين على هذه المنظمة ناس أهل إيمان وعقيدة ورؤية، وليسوا يعني على التعبير الموجود أنه يركب الباص وينسى ويركب سيارة ثانية أو ثالث. المؤسسون باقون وحريصون ومستمرون على أن تأخذ الكفاءات العلمية دورها في عملية بناء البلد. وذكر الأساتذة بعد السقوط مباشرة فتحنا الباب واستقبلناهم، وكان عندهم آراء ومشاريع وأفكار، والآخرون كانوا مهتمون أو مشغولون بالموضوع السياسي والسلطة وما شابه من الأمور. أنا كنت أحرص على أن نحفظ على الكفاءات العراقية، الأساتذة اللي كان لهم دور مهم، وأن البلد يبنى بجزء من عنده في موضوع السياسة وجزء من عنده وهو المهم في موضوع الكفاءات، والكفاءات التي في الميدان وليست الكفاءات اللي فقط تنظر، وإن كانت هي مهمة قطعاً، كل الكفاءات مهمة، لكن الكفاءات التي كانت في الميدان واستطاعت أن تواجه تحديات الحصار وتبعات هذا الحصار وما شابه، واستطاعوا أن ينجزوا أشياء طيبة وبدلالة يعني حرصهم ووطنيتهم، وبقوا في هذا البلد، وكان بإمكانهم أن يذهبوا إلى بلدان أخرى كما ذهب الكثير إلى بلدان أخرى، بقوا في هذا البلد رغم التحديات، واستقبلناهم رغم التهم الموجودة ومحاولة التسقيط من هنا وهناك، لكن رؤيتنا أن البلد لا يبنى، عليكم السلام، البلد لا يبنى بالشعارات ولا يبنى بالتمنيات أو بالخطب أو بالشعر، البلد يبنى برؤى، ورؤى من ناس أهل اختصاص ولهم تجربة وحصافة علمية ولهم إرادة وطنية، يتحملون ويحرصون على أن يجدوا حلول للتحديات والمشكلات الموجودة. وشرعنا من أول يوم في جامعة بغداد، للتذكير لبعض الأخوة اللي مكانوا، وباعتبار أنها بداية أيضاً تجديدية وتصحيحية على التعبير، وكان الحضور والحمد لله جميل جدا في جامعة بغداد بحدود 1500 أساتذة، دكتوراه وأساتذة جامعة وعلى الدرجات المختلفة، وطرحت الرؤية هناك، رؤية العراق شنو مشكلته، شنو تحدياته، أزماته السياسية، وإحنا في فترة الآن إعادة بناء عراق بإرادة شعبية وليس بحزب يتسلط ولا بقوة عسكرية، وإنما بإرادة شعبية، وفي مقدمة هذه الإرادة الشعبية أن يكونوا أصحاب المعرفة والعلم والخبرة في
في هذا الميدان، وشرعنا والحمد لله من ذلك الوقت بإقامة المؤتمرات للتحديات اللي تواجه العراق في وقتها. قصة الكهرباء كم مؤتمر سوينا عليه، موضوع الجامعات ودورها واستقلاليتها ودورها في بناء المجتمع، أكثر من مؤتمر سوينا في هذا الجانب. موضوع النفط أيضا سوينا، كثير من القضايا اللي كانت موجودة وكانت مبادرات طيبة للأساتذة المؤسسين في هذا الميدان. لكن الأوضاع السياسية أخذت بعد آخر، مشاكل الطائفية أخذت بعد، موضوع الاحتلال، موضوع داعش، فأصبح أن يأخذ أهل العلم دورهم، أهل الكفاءات دورهم الحقيقي في هذا المجال. الآن والحمد لله انتهينا من المشاكل الكثيرة الأساسية. وحدة المجتمع مهمة، وحدة العراق مهمة، كلها مرينا بها ترى. فكرة التقسيم مر بها العراق، هوية العراق مناقشة طويلة عريضة عليها، القبول بهذا النظام الجديد أيضا كان موضوع قصة، عودة البعث، عدم عودة البعث، دور الجيش، دور الأحزاب، كل هذه قضايا مرينا بها خلال 20 سنة من مناكفات، من تدافعات، من رؤى مختلفة، إلى أن انتهينا من داعش، وكانت قصة الغضبة الاجتماعية الواسعة اللي هي موضوع تشرين في جوانبها المختلفة، وما بعدها من تشكيل حكومات غير، يعني شو نسميها، غير فاعلة أو غير نافذة أو غير قوية، إلى أن انتهينا إلى ما انتهينا إليه في هذه الأيام، واللي هي حدود سنة كاملة والحمد لله على تشكيل هذه الحكومة دون مشاكل حقيقية. وإن كان الآن بدأنا بمشاكل، دون مشاكل حقيقية، وكان الحمد لله اختيار الأخ السوداني بتوجه خدمة وبناء وتنمية أكثر من توجهات سياسية، باعتبار رجل ليس يعني فاعل في الجانب السياسي. كل الوزارات أخذها وزارات خدمية، وتأريخها أيضا هو إدارات محلية، وجاء لي هذه المهمة الأساسية، وهي فرصة طيبة لنا أن نجدد بناء، نعيد بناء، نصحح بناء أو نكمل بناء ما بعد 20 سنة في اتجاهات الخدمة، مواجهة الفساد، موضوع فرص العمل، البناء التربوي، الثقافة، الهوية، الإعمار، التنمية، ضمن هذه العناوين يجب أن تكون هذه العناوين أكثر اهتماماً وتكراراً وانشغالاً من عناوين سياسية أطلنا البحث فيها كثيراً، ويبقى كل طرف له الرؤية، لكن على كل حال هذا هو العراق في ضمن هذه الأوضاع الفيدرالية واللامركزية والمكونات وما شابه من القضايا اللي هي ساهمت في تكوين هذا النظام وهذه الهوية لهذا المجتمع. إذا نحن في مرحلة جديدة في بناء وإكمال بناء على صعيد الخدمات والتنمية ومشاريع الإعمار، بالإضافة إلى الثقافة والهوية والتربية وتربية المجتمع. ونرى أن العراق خلال سنة واحدة استقر، كان حركته وإنتاجه في هذا المجال كثير جداً، بحيث أصبح موضع إقبال من كثير من رجال أعمال، من شركات، من اهتمامات دولية، وأصبح العراق فعلاً محور يستقبل به كثير من الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وآخرها موضوع طريق التنمية، ودخول أيضاً طريق الآخر، طريق الطريق الروسي والصيني، هو الصيني هو هذا الطريق الروسي أيضاً اللي هو من إيران إلى عبر تركيا وروسيا، وهناك انفتاح في أن يكون العراق محطة لاستقبال وتعاون وشراكة وحوار، ليأخذ موقعه المتميز كما كان هو موقع التاريخي، في أن يكون نقطة التقاء وليس نقطة صراع في هذا المجال. طولنا بالحديث في هذا المجال، ولذلك نحن نجي لأجوبة على أسئلتكم، لأجوبة على أسئلتكم، اخترنا أبشر يا عراق لنقول أنه إحنا انتقلنا من مرحلة انشغال بالذات ومشاكل وإحباط
تحديات إلى فرص إنجاز وتقدم نحو الأمام. وأعتقد أن هناك مؤامرة أو مسعى في جعل العراقيين دائما محبطين ولا ينظرون إلا إلى النقطة السوداء. وإذا تشوفون بعض القنوات تركز على هذا الجانب كثيرا حتى تقتل روح الارتياح ثم روح الإبداع ثم روح التنافس في وسط المجتمع. دائما عليه أن يتحدث بنقص الكهرباء ونقص الغذاء وفقدان الأمن وفقدان الفلان وهكذا من المسائل والصراعات الموجودة في الأحزاب والسرقات، فقط التركيز على هذا الجانب حتى نصل إلى نتيجة ماكو فائدة، ماكو نتيجة طيبة، علينا أن نفكر بطريقة أخرى، نشوف لنا مكان آخر، نقدم إلى العمل ونحن يائسين محبطين، نحاول أن نعالج المشكلة ونحن ما عندنا أمل في أنها تحل. إحنا نظريتنا بالعكس، العراق نحو وضع أفضل ويجب أن يكون نحو وضع أفضل، وهو سائر نحو وضع أفضل بشهادة التقييمات الدولية والإقليمية. وهذا سبب إقبال الشركات السعودية على العراق من أرامكو إلى باقي الشركات الأخرى، وإقبال تركيا على العراق، وإقبال توتال على العراق، وإقبالكم كامل على الوضع العراقي باعتبار أن هناك فرص طيبة وما زال العراق بحاجة إلى مثل هذه التنمية. هذا الشعور مفروض يكون عند كل عراقي ويتعامل بهذا النفس الإيجابي في هذا الموضوع. فاختيارنا هذا العنوان لأنه أثبتت التجربة أن استقرار سنة أنتج وبشر وفتح كثير من الآفاق الطيبة في هذا الموضوع. ثانياً أن هذا الإعمار وهذا البناء كما أشرنا يعتمد على أهل الخبرة والكفاءة وأهل الميدان في علومهم، يعني علوم التطبيقية، ويجب أن يكون لهم دور في الاستشارة وفي القرار. والحمد لله أكو الآن خطوة بهذا الاتجاه، مثلاً تشجيع الصناعات الدوائية المحلية في مقابل الاستيراد، اهتمام طيب من الحكومة. والحمد لله أن أحد أعضاء المؤسسين إلى منظمة النخب والكفاءات هو على رأس هذه اللجنة في دعمها الدكتور حمودي بثقة من رئيس الوزراء لتجربته الطويلة في هذا المجال، وهم حريصون فعلاً على تنمية موضوع الصناعات الدوائية. والآن أكو فكرة ألف دونم يجعلوا يعني مجمع مصانع للأدوية، هسه بعضهم يسوي في بغداد، آخرين يقترحون في محافظة أخرى من أجل إيجاد توازن وتعادل في نمو المحافظات أجمع. إذن الخبرة والكفاءة، والآن كثير من ممن عمل في موضوع منظمة النخب والكفاءات من حقنا أن نفتخر في هذا بعد 20 سنة. سابقا كانوا وكلاء فنيين في كثير من الوزارات، واليوم الحمد لله موجودين في كثير من المسائل. عندنا الدكتور الباهلي أيضا له موقع مهم في كثير من المشاريع المتعلقة بالإشعاع النووي وغير النووي. بناء المحافظات لا يخرج عن بناء البلد ككل، وينبغي أن تكون الحكومات المحلية منسجمة مع الحكومة الاتحادية وتسير برؤى متقاربة ومتكاملة وبسياق واحد. لذلك صار اهتمام كما تم ترتيب الحكومة الاتحادية مسعى إلى ترتيب الحكومات المحلية حتى يكتمل البناء، ولا يكون هذا المحافظ مشغول بهذه الرؤية لأنه فرض عنده رؤية شخصية في المسألة وليست رؤية بلد أو رؤية هذا الحزب في مقابل أكو حكومة اتحادية. يجب أن البناء يصير متساوق فيما وعلى أسس ورؤية متكاملة وواضحة ومنسجمة وواحدة قد تكون أفضل. لذلك هناك اهتمام في موضوع مجالس المحافظات لأنه قرار بناء المحافظة ونموها وتنميتها ومرتبط بمجلس المحافظة، وقررنا أن ندخل في هذا لأنه إحنا نؤمن الآن فرصة لعملية تصحيح وبناء وتنمية كما أشرت وبرؤية إيجابية بعيدة عن الإحباط. أما لماذا بقت هذه الحلقة الزائدة؟ هي ليست حلقة زائدة بالحقيقة، وإنما التجربة الماضية خلال 20 سنة هي تجربة جديدة وهي قفزة، أن من
من أن المحافظة يديرها من بغداد وبشخص من خارج المحافظة كما تعودنا، يعني كربلاء واحد من الموصل والموصل واحد من البصرة، وهكذا كانت الإدارة في أي نظام يعني شمولي. كانت الانتخابات أنه تمكن أهل المنطقة أن يديروها. الفترة الماضية تحولت إلى مشاريع شخصية أو مشاريع أحزاب دون مشاريع محافظة، وبسبب أن هذه فرصة جديدة بإمكانيات طيبة وغيرها. في أول مجلس محافظة كان يفترض أنه إذا يرجع الأموال هذا دليل على النزاهة، وأتذكر في وقتها كثير من الأموال كانت ترجع بدون أن تستخدم. ثم بعد التجربة والفلان صار استخدام الأموال جيد في الإعمار، بعض المحافظات نجحت في ذلك، لكن بعض المحافظات مع الأسف أخفقت وتحولت إلى مشاريع شخصية في داخل الحزب. وصح حزبي لكن المشروع هو شخصي لهذا المحافظ أو إلى بعض الأعضاء في مجلس المحافظ. مرحلتنا القادمة، هل سنخرج من هذه الأزمة أو من هذه المشكلة أو من هذه التجربة السيئة؟ احنا عازمون على أن نقف أمام مثل هذه التجربة ونسعى بقوة في منع مثل هذه التجاوز. لا أقول سننتصر تماما أو سنحقق ما نحن نأمل به، لكن باعتبار أن بعد 20 سنة وتجربة وهناك سخط شعبي وهناك إرادة جديدة في بناء البلد وهناك مشروع مكافحة الفساد وهناك أكثر من منجز في هذا الموضوع، إن شاء الله في مسعانا في هذه المجالس أن نوفق في هذا الأمر. وإذا كان هناك نية لتغيير هذه المجالس تبحث في مجلس النواب ويصير رأي شعبي عام في تغيير هذه الأمور إلى مجالس بلدية وليست مجالس تملك كل السلطة. هذا هم يمكن أن يكون، لكن بعد أن نغير الدستور أو نغير القانون أو نحور بعض المسائل فيه. أما لماذا يعني دخلنا في الانتخابات بمفردنا وبعضهم يعتبر هذا انتحار؟ تجربتنا كما أشرت في اللقاء التلفزيوني أن هذا القانون يشجع على الدخول الكيانات منفردة. في سانت ليغو 1 و7 يشجع على الدخول في أن ندخل منفردين، هذه واحد. 2 أنه المجلس الأعلى لتاريخ الطويل في مواجهة وإسقاط النظام، ثم في بناء البلد ووضوع الدستور، ثم في تقديم كثير من الرجال في مؤسسات الحمد لله طيبة كان لهم دور طيب، والسمعة العامة للمجلس الأعلى بشكل عام طيبة، لكن هو ليس له حزب حديدي أو تنظيم يعني شو نسميه عسكري أو تنظيم على طريقة الأحزاب الماركسية وغيرها، وإنما هو حالة جماهيرية منفتحة على طريقة الأحزاب في الديمقراطيات الموجودة في أوروبا وغيرها. يعني نعرض مشروعنا ومن يتفق مع هذا المشروع أن يكون معنا في الدخول في عملية 4 سنوات لبناء بلد ولتصحيح مشروع وما شابه. فالدخول مع أحزاب ذات أو كيانات ذات تنظيمات حديدية فمعناها أنت تساهم في دعم القائمة، لكن الأشخاص سيركز عليهم من قبل من له تنظيم حزيدي محدد في الاختيار، وبالتالي يذهب جهدك. وهذا جربناه في 3 انتخابات، أعطينا أصواتنا حدود 200,000، لكن الأشخاص ذهبوا إلى آخرين من هذا الكيان ذاك الكيان المتحالفين معه. لذلك قررنا احنا في هذه الانتخابات للسبب الأول القانون، السبب الثاني هذا، والسبب الثالث عندنا خطاب جديد، عندنا رؤية جديدة، لن نقبل الاستمرار على 20 سنة الماضية. فيها شيء جيد، فيها نجاحات، فيها إنجازات جيد، لكن نعتقد أنه الآن يجب أن نتحول إلى أو نصحح المسار. وأول رؤية في تصحيح المسار هو مسألة أن السياسة والأحزاب أصبحت عند الناس ليست نقطة امتياز أو نقطة احترام أو نقطة جاذبة. الأحزاب بدأ ينظر لها نظرة أنها تبحث عن مصالحها الخاصة ولا تفكر بالعراق. لذلك احنا طرحنا وأعلننا في الرميثة فكرة المؤتمر الشعبي السنوي، إدخال الشعب في عملية البناء وخاصة الكفاءات العلمية
والشباب اللي هم الآن أكثر من 60% من المجتمع العراقي، وما شاء الله شبابنا اليوم يختلف عن شباب الأمس، للانفتاح الموجود، للتعددية الموجودة، للزيارات، الإنترنت، وما شاء الله دخلوا مسابقات علمية وكان لهم سبق. وبالتالي احنا في عملية البناء الجديد لا نركز على الحزبية، وذلك قائمتنا ليس حزبية. يعني في بغداد ان هي 98 مرشح، يمكن 5-7 من المجلس والباقي نوعيات مختلفة من كفاءات علمية وأساتذة ودكاترة وإلى شيوخ عشائر إلى شباب، نساء، رجال من مختلف الألوان. وبهذه الرؤية الشعب صاحب الإنجازات، الأحزاب لها دورها في الملمات والخطب وما شابه، لكن يبقى الشعب بكل تشكيلاته، بكل فعالياته، بكل ألوانه، يجب أن يأخذ دوره في عملية البناء وعملية التصحيح وعملية إكمال المشروع. كيف يدخل الشعب؟ هذا السؤال. شلون يدخل الشعب وهي شغلة أحزاب؟ قلنا إحنا حزب، فتحنا بابنا لغير الحزبيين، وسندعم الجميع بمستوى واحد، سواء كان من المجلس أو من خارج المجلس، من أجل أن يأخذ دوره. سواء ما عنده إمكانية أن يقوم بعملية انتخابية، إحنا وفرنا هذه الإمكانية. إذن سيدخل المستقلون أو من يؤمن بهذه الرؤى في عملية بناء المحافظات، ويكون هي خطوة نحو توسعة. الفكرة الثانية هي موضوع إشراك المنظمات المجتمع المدني الخاصة والجمعيات العلمية في عملية القرار، من خلال إشراكهم كمستشارين في مجالس المحافظات أو في أي مشروع يطرح، لابد أن يكون هناك أصحاب خبرة علمية متناسبة معه في هذا الموضوع. وثالثاً أيضاً من هذه المسألة هي فكرة هذا المؤتمر، لأن العراق ليس ملك أحزاب ولا ملك حزب واحد ولا ملك رئيس وزراء ولا مجلس وزراء، العراق ملك العراقيين أجمع. وبالتالي يعني النخب العلمية والشعبية والشبابية يجب أن يكون هناك مؤتمر شعبي واسع، سيبدأ في كل محافظة ثم ينتهي في بغداد، لوضع رؤية ل4 سنوات، وتجدد وتتابع هذه الرؤية سنوية في هذا المؤتمر الشعبي الواسع في تحديد مسارات والأولويات لتحقيق هذا البرنامج. إشراك العراقيين أصحاب الكفاءات والخبرة والحماسة شباباً وأصحاب درجات علمية ومن مختلف المستويات، والعشائريين أيضاً، شيوخ العشائر وغيرهم، إعلاميين، صحفيين، غيرها، ويشعر أنه قاعد يساهم في بناء البلد، هو أعتقد المشروع الصحيح في تعزيز الوطنية وفي الاستفادة من هذه الخبرات وفي الاطمئنان أن البلد يدير أبنائه وليس حالة خاصة تدريجاً يتحول إلى حالة تتحكم بهذا البلد الكبير العظيم من خلال المال، من خلال موقع السلطة، من خلال أشياء أخرى، إعلام معين. ونعود مرة أخرى إلى الحزب الحاكم أو المجموعة الحاكم. هذه أصل أفكارنا في هذا الموضوع، وأنا أعتذر عن الإطالة، وإن شاء الله تكون إجابة على كثير من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء بهذا اللقاء، وسماحة الشيخ أنطى صورة كاملة على تأسيس منظمة النخب والكفاءات العراقية، وأنا سعيد أن أسمع أن المرحلة الحالية هي يعني قبل سنة والآن بدينا أنه نغادر السياسة ولو إحنا ما كنا بيها وننتقل إلى الجانب العلمي. سماحة الشيخ يمكن طلب من عندنا بال 2006 أو 2007 قال خلنا نجمع الكفاءات اللي بدوا يهاجرون للخارج ونسوي قانون رعاية العلماء والمبدعين. القانون ذكر فعلا شكلت لجنة برئاستي وعضوية الدكتور كمال، ومن 7 وزارات عدينا قانون رعاية العلماء والمبدعين. هذا القانون عرض على مجلس الشورى، مجلس الدولة والوزارات كلها حقيقة، وتعثر عدة من ذلك. الآن يبدو أنه طرح هذا القانون من جديد، وكتاب راح إلى الأمانة العامة لعرضه على مجلس الوزراء. الأمانة العامة أرسلته إلى وزارة التعليم العالي، يعني حالة شبه غريبة، لأنه إحنا قضينا يمكن 4 سنوات نعد بالقانون من عدة جهات بما في ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمانة العامة أرسلته إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 29/10/23 نرفق لكم مسودة مشروع قانون رعاية العلماء والمبدعين راجين إعلامنا رأيكم بشأن ما جاء فيه. يعني شيء غريب، أعدته 7 وزارات وعلماء أعدوا، ما ممكن أن وزارة تبطي رأيها بيه بهالموضوع هذا. الحقيقة ما مجاوبيهم، رجعوا ودوا لهم تأكيد في 19/11. أنا الشيء اللي أقوله شيخ فعلا أنه يعني حتى نمشي بطريق بناء بحاجة إحنا إلى العلماء، بحاجة إلى الكفاءة، خصوصا بعد ما سماحتكم طرحت أنه إحنا هذول ممكن أن نعتمدهم كمستشارين للمشاريع للوزارات للكذا. فشوف أنه يعني هذا القانون يعني يجب أن يكون كلام مع وزير التعليم العالي. أنا تحدثت مع عدة مرات الحقيقة على كذا، بس ظاهر الشخص مشغول وما أعرف إيش. أنا أشوف شيخنا هذا القانون إذا مشى ومشوا العلماء وجونا يعني بحدود 150-200 عالم، هذول ممكن يتوزعون على دوائر الدولة، على الوزارات، على المشاريع وعلى الكذا. وأعتقد أنه يستخدمون، تعرف من يقول عالم يعني هذا عنده خبرة مع الأقل شيء 30-40 سنة، هذول وصلوا إلى مرحلة فعلا أنه ثروة علمية. ولذلك ولوش طرح هذا القانون حتى منع الهجرة الخارج، بدأت تجي عروض مغرية. فأنا أشوف شيخنا هذا يراد أنه بما أنه إحنا بدينا بهذا القانون، إحنا اللي بدينا به بال 2007. شكرا جزيلا دكتور حامد الباهلي، أحد القامات في منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العلمية. شكرا التزامكم بالوقت، دقيقتين المداخلة. تفضل عفوا دكتور، عرف ما عندك. الأستاذ الدكتور طه مطير حسين، وزارة التعليم العالي، دائرة البحث والتطوير. سماحة الشيخ راح ندخل مباشرة بالموضوع. أكدت على موضوع التنمية والريادة قبل أسبوع كان عندنا أمر وزاري من وزارة التعليم العالي، صدر أمر وزاري بتكليف كافة موظفي الوزارة بزيارات الجامعات بخصوص هذا الموضوع من الموصل إلى البصرة. فأنا كانت حصتي جامعة المثنى وجامعة ديقار وجامعة ميسان. الشيء اللي لاحظناه أنه هذا الموضوع فعلاً مهتمين به، خاصة من التنمية والريادة. لكن أنا أقترح مقترح علينا من خلال زياراتي ولقائي بالأساتذة والطلبة، وجدنا مقترحات ما يخص الدكتور المستشار الدكتور حمودي، مقترحات عندهم بحوث في مجال الأدوية وعندهم بحوث في مجال الطائرات المسيرة. أقترح أنا من خلال زياراتي توجيه دعوة لكافة الشعب التنمية والريادة اللي موجودة عندنا بالوزارة، لأنهم ما يعرفون عن منظمتنا، من حجيت لهم بصراحة ما يعرفون عن منظمة النخب والكفاءات. إحنا مختصرينها فقط في بغداد، لكن إحنا الآن نريد نعممها على المحافظات. أقترح توجيه دعوة لكافة الأساتذة المسؤولين في هذا المجال، اجتماع في منظمة النخب والكفاءات، وأنا عندي كل تلفوناتهم ويا الجامعات والتواصل كامل. والسؤال الثاني اللي عندي، سمحت شيخ إذا تسمح لي، لاحظنا بالآونة الأخيرة تصريحات من بعض السياسيين أنه دمج الانتخابات، وهذا بالشارع موجودة الآن الدعاية، دمج الانتخابات مع مجالس النواب، هل هذه فعلا لها يعني صدى بالأوساط السياسية؟ وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للشيخ الدكتور طه. سماحة الشيخ ناخذ 3 مداخلات وبعدين الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. شكرا على هذا اللقاء، وسماحة الشيخ نعضد على كلامكم فيما يخص النزول المجلس الأعلى في قائمة أبشر يا عراق، وهي فعلا فرصة حقيقية للمجلس الأعلى باعتبار هو كان الرائد في مشروع الانتخابات. سماحة الشيخ، قائمة أبشر يا عراق اللي هي من 43 وأنا أحد مرشحيها في تسلسل 88، تضمن برنامجنا الانتخابي في فقرة مهمة جدا وحساسة، وهي مسألة الشباب. سمحت الشيخ، هناك مشكلة بشبابنا اللي بدأ للأسف ينحرف اتجاه أمور لا تليق بالمجتمع العراقي، وهو شغلة المخدرات والعزوف عن الزواج. وسبب هذا الرئيس هو عدم توفر فرص العمل التي تساعد الشباب على أن يبني مستقبله ويبني حياته بشكل صحيح. بصفتكم أنتم أحد أعضاء الإطار ولكم باع في هذا المجال، نلتمس من جنابكم العزيز
بصفتي أيضا مستشار قانون أن يتضمن القانون قرارات أو قوانين أو مواد صارمة ومهمة جدا في مجال الحد من هذه الظاهرة التي لا تليق بمجتمعنا. وشكرا جزيلا لجنابكم وشكرا لحضور. شكرا أخي سمعت الشيخ، بس نضيف المداخلة مال الدكتور أنه مرتبط أنا عندي تعقيب على ما تفضل به الدكتور. الأساتذة اللي عندهم بحوث في مجال الصناعات الدوائية، يعني تفضل سماحة الشيخ وذكر بأنه الدولة تبنت مشروع توطين الصناعات الدوائية، وبدأ هذا المشروع من يوم 3/11 يعني بعد تشكيل الحكومة بقعة أيام. الآن الفرصة متاحة لهم أن يكون هناك تحرك من الأساتذة على معامل القطاع الخاص، لأن التوجه مالنا هو أن القطاع الخاص هو ينهض بهذه المهمة من خلال الاستثمارات المحلية وبالتعاون مع جهات خارجية عربية وأجنبية لنقل التكنولوجيا والتوسع بعدد الأدوية اللي يتم إنتاجها. وفعلا بدأت الحركة الآن، يعني لغاية اليوم 282 دواء جديد تم تسجيله، واحنا نأمل انه العام القادم يتضاعف هذا الرقم على ضوء الدعم اللي مقدم لهم والتوجه نحو الصناعة المحلية لحماية المواطن من الأدوية المغشوشة، لان الطريقة الوحيدة انه نحميهم بإنتاج الدواء محليا، لان الأدوية اصبحت الغش فيها يعني ظاهرة، يعني ثاني مافيات بعد تجارة السلاح هي تجارة الدواء. فأنا ادعو الأساتذة ان الان 23 معمل دوائي قطاع خاص موجود، وهناك طلبات لإقامة معامل جديدة لغاية الآن 43 طلب، يعني احنا عندنا على طول الفترة هاي 23، الآن 43 طلب لإقامة معامل جديدة، وهناك 18 معمل قيد الإنشاء في مراحل متقدمة، البعض من عندها راح يفتتح بعد 3-4 أشهر، البعض من عندها ربما قبل نهاية العام القادم. فيكون التحرك عليهم لأنهم بيمثل حاجة إلى ملفات أدوية تسجل بالصحة حتى يقدر ينتج من عندها الدواء. فأنا أدعو الأساتذة إذا كان منظمة النخب تتبنى المقترح أنه تدعو أصحاب المعامل، تدعو الأساتذة في لقاء أو في ندوة في وركشوب حتى يكون التعشيق بينهم. شكرا. شكرا جزيلا عزيزي دكتور حمودي عباس، مستشار دولة رئيس الوزراء للصناعات الدوائية ومنظمة النخب العراقية. فيما يتعلق في موضوع مبادرة رعاية العلماء والمخترعين العراقيين، هي قصة طويلة كانت، والكثير من أعضاء مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب على اطلاع في هذا الموضوع. احنا حديثنا حيكون مع الوزير ومع الأمين. إذا كانت الوزارة التعليم العالي مشتركة فما يحتاج مرة ثانية نرسل لها. وكما أدري أن المنظمة مقبلة على إقامة ندوة مع الأخ وزير التعليم العالي قريبا إن شاء الله، وفيها هذا الموضوع إن شاء الله يطرح. والموضوع الثاني اللي هي فكرتنا موضوع الجامعة والمجتمع ومحاولة الاستفادة من دراسات العليا والأبحاث اللي تصير في الماجستير والدكتوراه بما يخص المشاكل والتحديات الموجودة في المجتمع العراقي، وليس ما موجود يعني في الخارج أو مشاكل معينة نظرية، وإنما فعلا سواء كان في موضوع الأدوية فيما يتعلق في المشاكل الإدمان وغيرها، لحتى تكون هذه الدراسات ذات نفع وفائدة في هذا الجانب. إن شاء الله هذا الموضوع كما بدأنا به إن شاء الله نكمله في هذه الفترة. هذا فيما يتعلق بقانون الرعاية. ما يتعلق بفكرة التنمية، إن شاء الله إذا أقمنا هذا المؤتمر إلى الأخ وزير التعليم العالي كعادتنا في إقامة مؤتمرات الوزراء، إن شاء الله ندعو الأخوة أيضا في الجامعات المختلفة لأن يكونوا معنا في هذا المؤتمر، من خلاله يصير موضوع العلاقة والاستفادة، ويصيرون قريبين أيضا مما تفكر به الحكومة. فكرة دمج الانتخابات فكرة طرحت سابقا ولم يكن لها يعني لم يجري العمل بها، وكان هناك إجماع وطني من خلال مجلس النواب من خلال إدارة الدولة على إقامة مجالس المحافظات، انتخابات مجالس المحافظات. وكنا ننتظر
من أخونا العزيز سماحة السيد مقتدى أن تكون له مشاركة أو رأي، وأرسلنا رسائل معينة بهذا الموضوع لم يكن هناك يعني جواب فيه. بعد أن استكملنا كل هالإجراءات وصرفنا هالأموال الكثيرة والاستعدادات، نرجع إلى فكرة تأجيل وغيرها معناها يعني هدر بالمال العام، ودون أن يكون فد رؤية، يعني مطروحة هاي الرؤية ومناقشة، ونحن يعني حريصين على أن كل المجتمع وكل فعاليات السياسية تكون حاضرة، لأنه في مصلحة بناء العملية السياسية فكان بحثناها في ذلك الوقت. أما في بعد 20 يوم أو شهر تصير انتخابات ثم نحاول نبدلها، أعتقد عملية غير مناسبة ولا صحيحة أصلاً ولا يمكن. وأما فرض تأجيلها بالقوة أو بالسخط الاجتماعي، كانت هناك تظاهرات معينة بالرفض من هذه الانتخابات، من حقهم وجهات نظر سياسية أنها انتخابات غير مفيدة، لا نشجع المشاركة لأنه إحنا عندنا إشكال فلاني، هذا معقول ضمن الحدود القانونية ببيان وجهات النظر أو الدعاية بهذا. أكثر من هذا، هذا حيحولنا إلى أنه إحنا هذا البلد ما يريد يبني نفسه، يريد يبقى في مشاكله وفي صراعات شكله، وهذا ليس في مصلحة أحد. وأعتقد أن سماحة السيد مقتدى يرأب بأنه آل الصدر يكون دورهم بهذا الشكل قطعاً، أن يستخدم القوة، أستبعد أن يستخدم القوة في هذه المسألة أو الفرض يعني بالسلطة شو نسميها، على كل حال بالعنف أستبعد أن يمارسه، لكن قد يمارس وجهة نظر والحرية تكفل وحرية التعبير تكفل، يبين وجهة نظره ليست صحيحة، ليست مفيدة، غير منتجة، جيد، والآخر عنده لا مفيدة وضرورية، ويبقى الناس هم أصحاب الخيار. إن شاء الله نبقى على هذه يعني التعامل العالي مع اختلاف وجهات النظر، نبقى نحفظ التعامل القانوني والأخوي فيما بيناتنا دون أن نذهب إلى العنف من أي اتجاه كان، من هنا أو من هناك. هذا أملنا في هذا الموضوع، وأن هيك أفهم من رسالته اللي يشير بها إلى أنه المشاركة الضعيفة، ما قال منعها، قال المشاركة الضعيفة، وكأنه يريد أن يقول أن هذا الكيان السياسي حكومة وأحزاب وغيرهم، تالي المشاركين أو المؤيدين لهم هو بهذا العدد محدودين، يعني 10% 15% وهي تسجل نقطة. أما إذا منع ستحول علي النقطة، أنه أنت ما سمحت للآخرين يشاركون فأنت تسجل نقطة عليه وليست له، الأولى تضعيف له، منع تسجل عليه، علما أن هذا المنع إذا صار بشيء من العنف، ما أقول عنف، تهديد بدون عنف، سيكون في صالح الأحزاب، لأنه الطبقة الرمادية لما تشوف أكو تهديد وغيره تقعد ببيوتها، أما الحزب يروح، فذاك الوقت حينطي زخم للأحزاب على باقي القوائم المنفتحة والقوائم المستقلة والقوائم الشعبية، فكأنه يريد يسوي شيء لكن حينعكس عليه في هذا الشيء، وإن شاء الله هو السيد الذكي ويعرف هاي المسائل. هذا فيما يتعلق في هذا الموضوع. مسألة ما أشار إلى أخونا العزيز أستاذ هيثم في مشاكل الشباب، وهي فعلا مشاكل مؤلمة وصعبة وتؤرق الإنسان، خاصة هذا الشباب العراقي المعروف بحماسته، حيويته، ذكائه، حضوره، ما يتعب، تالي تأخذ المخدرات ويأخذ الفراغ وتأخذ التوافه من الأمور، ثم تنعكس ما نشوف من موضوع الطلاق الكثير أو عدم وجود فرص عمل وتبعات. هذا تحدي حقيقي وكبير، ويجب أن كلتنا أن نكون حاضرين في إيجاد حلول له. موضوع المخدرات هو ليست يعني أكثر من جهة، بالأمس كان هناك لقاء مع سماحة الشيخ الكربلائي وصار حديث بهذا الموضوع، ومن خلال المجسات اللي عندهم يقول هناك عمل مقصود على شبابنا وخاصة المناطق الجنوبية، عمل مقصود في إدخال المخدرات وتعميق الإحباط وإشاعته وتحويلهم إلى مشكلة مو إلى مشروع فرصة لهذا الشباب. هذا الموضوع إذا أريد أن نهتم به هو أولا الأجهزة الأمنية تأخذ دورها في منع ومحاسبة. أنا كنت في المعتقل
في سنة السبعينات. في سنة السبعينات كانوا يعني 2 أو 3 مصريين تهمتهم مخدرات، والمخدرات يعني إعدام، وكان هناك تحولوا إلى حالة أخرى بالمستقبل. أما أن العراقيين يكون عندهم مخدرات فهي كانت مسألة جدا يعني ممنوعة وحساسة. وحتى سألتهم أنتم شلون تشتغلون؟ قال إحنا يعني العراق طريق وليس موطن، العراق طريق للدول الأخرى. مع الأسف في غياب الإرادة الجادة والقوية والسلطة، المخدرات أصبحت حتى في المدارس، ودور المدارس حسب مسألة أيضا وزير الداخلية وغيره، مدارس البنات هو من أجل ترويجها أكثر من استعمالها. إن شاء الله ما يستعملون، أكو استعمال بس مو كثير، لكن لترويجها باعتبار أسهل في إيصالها عبر النساء. الآن تشكر الحكومة على اهتمام في هذا الجانب، اعتقالات كثيرة، إعداماتهم أيضا موجودة خاصة للتجار، لكن يجب أن يكون وياها علاج وإيجاد مأوى لهؤلاء المدمنين لعلاجهم كما هو موجود في كل أنحاء العالم. النقطة الثانية هو أن يصير يعني عرف وقيمة اجتماعية في استنكار مثل هذا الموضوع. يعني شلون كان سابقا المخدرات في الشيء كأنه يعني خطر يجب الابتعاد عنه. إشاعة مثل هذا الموضوع في كل المسائل، في الإعلام، في المدارس غيرها، بحيث يصبح أن هذا يجب الابتعاد عنه. والنقطة الثالثة هو فكرة المشاريع الصغيرة، فكرة المشاريع الصغيرة اللي هي أساس أي نهضة من النهضات التي نجحت في بها البلدان الكبيرة من ماليزيا، إندونيسيا، حتى كوريا، مشاريع صغيرة. والحمد لله الآن أكو فرص في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إعطاء مبلغ من المال، ومبلغ جيد، من 20 مليون إلى 50 مليون لمن يقدم مشروع من هذه المشاريع من الشباب حتى هم يتبنوا مع كفالة. فإذا نحن نطلب من أهل الخبرة في إيجاد لنا مقترحات لمشاريع صغيرة. أنا أتذكر أيضا في فترة دخول الوهابية إلى العراق أو السلفية إلى العراق، كان هناك جتنا دراسات عنهم، من عندهم 30 مشروع من المشاريع الصغيرة كيف يشغلون أتباعهم، لأن هذا يراد له مال، سواء موضوع سيارة أجرة، محل صغير، معمل فلاني. 30 مشروع من المشاريع الصغيرة ينطوها إلى أتباعهم حتى يقدرون يرتبون بها أمرهم. أنا أتمنى إن شاء الله النخب والكفاءات وغيرها نتعاون على إيجاد أو نستفيد منه ما موجود حتى في جوجل وغيره تحت العناوين، مشاريع تتناسب ذات جدوى اقتصادية، تتناسب مع الوضع العراقي، ندرجها ونتفاهم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تجد أيضا تسهيلات في اعتماد مثل هذه المشاريع، ويكون جزء من حركة مجالس المحافظات في مجال الشباب هو في إيجاد هذه الفرص لهم. قضية مهمة يجب أن نهتم بها جميعا، وهي خطرة، مشروع خطر في إشغالنا في مثل هذا الموضوع. إن شاء الله بتعاون الجميع نتوكل. أحسنت، تنبيه الأسرة العراقية عبر وسائل التواصل وغيرها من خطورة هذا الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور عامر. عامر حيار، عميد كلية الآمال. الآمال الجامعة. أستاذ العلوم السياسية. شكرا جزيلا. شيخنا عندي نقطة نظام وتساؤل بالسياسة وتساؤل علمي. نقطة النظام، يعني أنا سمعت قبل ما تحضر حضرتك ومن حضرتك أيضا، سمعت أنه خلينا بعيدين عن السياسة أو الأحزاب أو كذا. يعني نقطة النظام وين؟ نقطة النظام وين؟ يعني الدعوة إلى، حتى الدعوة إلى عدم التحزب هي مو دستورية، لأن عندنا قانون أحزاب هنا، ولكن لازم نفرق بين التحزب والسياسة. يعني أنا من أتحدث أسمع الدكتور يتحدث عن السياسة الدوائية، هي سياسة، سياسة عامة، مو هيجي سياسة الإدارة. لو نتحدث عن الزراعة، سياسة زراعية لازم أقول، وعن الصناعة، سياسة صناعية،
وهي تنطبق على الكهرباء والنفط، سياسة الطاقة وهكذا. فالسياسة حاضرة، إن نكرت أم لم تنكر هي حاضرة. هذه نقطة النظام. المسألة العلمية أنا أريد أكمل ما تفضل به الأستاذنا البهادي، موضوع التكريم العلماء والمبدعين، وإحنا تحت يعني تحت عنوان النخب والكفاءات، وهذه أول انشغالاتنا الحقيقة. الحكومة هي حكومة إطار، نقدر نقول مو حكومة إطار، وعلى حكومة الإطار أن تسجل بصمات وضربات معلم. وأعتقد إذا ما رح يصير تكريم لعلماء ومبدعين، أعتقد رح تسجل نقطة ليست بيضاء، ما أقول سوداء، على حكومة الإطار. هذا شغل صار له 4 سنوات تقريبا، أكثر لا، على مشروع القانون، أنا أحكي على مشروع القانون من 7 مثل ما قال، لكن على لجنة تشكلت وأتمت عملها. نعم. تشكلت في فترة الأستاذ عادل عبد المهدي والعبادي والكاظمي والشيع، يعني 4 حكومات. ال4 حكومات قلنا لهم سجلوا بصمة طيبة، كلها ما سمعتنا، نريدها بلكة حكومة الشيعة تسمع. نعم. السؤال السياسي هو يتعلق باختيار البديل لرئيس مجلس النواب. يعني أنا أتمنى شيخنا أنه مرة واحدة ساستنا يتركون الأمر للسياقات الدستورية في هذا المجال، وهي سهلة. اللي طرق سمعي بأن الزعامات مهمة بالإطار، حضرتك من بينهم، التقوا بالسيد الحلبوس وتم الاتفاق على أساس أن المرشح البديل أو البديل لابد أن يكون من تقدم. هذه بس أريد أتأكد من صحتها، لأنه خطرة جدا، لأنه ما عندنا وراثة، وراثة ما قابل التقدم. فليش نقول خل تترك إلى السياقات الدستورية. شكرا جزيلا. لأنه وانطرحت فكرة أنه أن يكون مرشح واحد. نعم. وهذه ما يجوز أيضا. هذا ما يجوز. يعني هي تترك مرشح واحد، ما تترك للجميع، حتى لو عنده مقعد واحد من الممكن أن يرشح نفسه. شكرا جزيلا. أحسنت. جزاكم الله. دكتور علي يعقوبي، اختصاص قانون، قانون دستوري، خريج فرنسا، والبحث عن الدستور العراقي. شكرا استاذ جابر. الله، شكرا جزيلا سمعت الشيخ. شيخنا حقيقه يعني الحوارات جديه حول اهميه او عدم اهميه مجالس المحافظات، وحقيقه وجود هياكل مجالس المحافظات ضروره يعني مهمه، رغم الملاحظات، يعني نرجو ان ما تكون التجربه السابقه لها اسقاطات على اصل البناء الديمقراطي بالبلد. يعني وجود هياكل ديمقراطيه لا مركزيه تمنع تمركز السلطه وتقنن وتعالج السلبيات بها شيء مهم جدا. نستبشر خير بالرجوع الى عمليه البناء، تقنين العدد، يعني اليوم اكو بس 12 لكل محافظة، زائدا ما زاد عن 1,000,000 يعني لكل 200,000 نسمة، يعني هذا راح يقلل النصف تقريبا، مع وجود تراكم معرفي، يعني هذا ان شاء الله راح ينعكس ايجابا على اداء هذه المجالس. النقطة اللي حبيت اسال عنها المجال التربوي سماحة الشيخ، يعني العراق من البلدان اللي تنمو سكانيا يمكن ثالث بلد بالعالم، اكو نسبة تقريبا 3% بالنمو السكاني. بعض الدراسات تقول هذه هبة ديموغرافية، يعني المجتمع شاب ويتوالد وغيرها. بعض الدراسات تراها تحدي، لان هذا يستوجب
يعني اليوم العراق من 800 ألف إلى 1,000,000 طفل بالسنة، فيحتاج لمدارس، يحتاج لجامعات، يحتاج لمؤسسات، يحتاج لرعاية تربوية. هل عندنا برامج حقيقية؟ هل هذه أدخلت من ضمن البرامج يعني اللي تسعون أنه تكون مقننة لاحتواء هذه يعني الفورة الشبابية اللي إن شاء الله توظف بطريق إيجابي؟ وشكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال استاذ قصير. سمعت أني دكتور رياض البكري استاذ وعضو مؤسس بمنظمة الكفاءات العراقية. السؤال، سمعت انه انتم حضرتكم صديتوا للانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات، يعني اريد بالصورة عن الموضوع، شنو القائمة، اي قائمة، تفاصيلها، لانه ما عندنا علم بصراحة، يعني ما عندنا علم بهالموضوع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سؤال عادل هاشم، بكالوريوس هندسة، بكالوريوس قانون، مدير التسجيل العقاري بشمال ذي قار. حياك الله. شكرا جزيلا. عفوا، مثل ما تعرفون انه كثير في القوانين، الكثير من القوانين الموجوده بالبلد هي قوانين قديمه وما تم تعديلها خلال السنوات السابقه. قانون العقوبات العراقي، قانون الاحوال الشخصيه العراقي، القانون المدني العراقي، ما صار منها اي تعديل. مع تغيير اجتماعي وتغيير سياسي وتغيير حتى نفسي بالسنوات الاخيره مر بها البلد يعني، فهل بالامكان اكو رؤيه بتعديل هذه القوانين المهمه؟ لماذا ما صار الالتفات لها عكس غيرها من القوانين مثل قانون الشهداء اللي صار وتعدل، او غيرها من قانون مؤسسه الجماعه اعتقد ايضا تعدل، مع العلم هي قوانين حديثه جدا، على عكس قانون المدني العراقي اللي هو سنه 51، مثل قانون العقوبات العراقي، قانون الاحوال الشخصيه العراقي. فنتمنى يعني انه نسمع من سماحه الشيخ رؤيه معينه عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا. أحسنتم دكتورنا العزيز أستاذ عامر على فكرة موضوع السياسة. أحسنتم، إحنا كانت السياسة مخيفة في ذلك الزمن، فكنا يعني نبتعد عنها. ولو أني دخلت الحزب عمري تقريبا 12.5، فاعتبار بيتنا كله كان بأحزاب. أذكر كنت بصف ثالث ابتدائي مريض، وأخوي الدكتور أخذني كان بصف في الطبية بالستينات، فجو يسألوني أنت من تحب، عبد الكريم قاسم لو جمال عبد الناصر؟ فشا جاوب، قلت لا، قلت لا، أحب الإمام علي. فمن ذاك الوقت كان عندنا إحنا نتميز عن غيرنا في هذه المسألة، هاي السياسة. بعدين جينا دخلنا بالحالة الحوزة العلمية، أيضا أكو حساسية من موضوع السياسة، هذا علم وهذه حالة سياسية، نوع من التحسس، باعتبار السياسة في ذلك الوقت أو في كل وقت معناها سجون وتشريد وعدم دراسة وعدم اكتمال، وبل بعض أحيان الزيد اللي ما ينجح بدراسته يروح للسياسة. إلى أن أصبحوا الأذكياء الأطباء الجيدين هم سياسيين في فترة الثمانينات، يعني قبل السياسة الآن في هذا العصر مع وجود وسائل الإعلام، السياسة في كل جزء من حياتنا، في كل جزء من حياتنا، يعني حتى اللبس مالتنا سياسة، اللون اللي تخليه سياسة، الريحة بعض الأحيان اللي تخليها سياسة تؤشر إلى نقطة معينة. وذلك صدام حسين حرمنا على اللباس الأسود في محرم نلبس بيصير، أكيد نريد ننطي ليش؟ مؤشر على حالة سياسية معينة. فالسياسة داخلة بكل حياتنا، إذا تريد تحرم السياسة يعني تحرم الحياة. لذلك من يفكر السياسة بصفحة والحياة يعني باقي الشؤون الأخرى بصفحة، هذا لو ما فاهم السياسة، لو ما فاهم ما يجري في الواقع الحياة. فالسياسة جزء مهم، لكن أكو بعض المظاهر، هذا يعني إشارة دقيقة، بعض المظاهر اللي هي مثلا الحزبيه المقيته والمحاصصه ما ادري شنو والفلانيه، اللي تخلي من ان يهتم بالشان العام، هي سياسه يعني شنو؟ نظام الحسبه، قضايا العامه اللي تهم الناس كلها، بدل ما يهتم بالشان العام يحول الشان العام الى مشروع شخصي، الى
تنمية شخصية إلى تعزيز وضع الشخصي. هذه الحزبية اللي تتحول من خدمة فكرة من أن تخدم الآخر إلى أن تخدم نفسك. فإحنا مع الأسف فترة بعض المظاهر السياسية أدت إلى هذا النوع، هذا الصراع وهالأشياء. أنا معك، السياسة هي جزء مهم، وبالكم مصيرون سياسيين، وإذا مصيرون سياسيين غيركم يصير سياسي ويجر البلد إلى غير شيء. أيها الأكاديميون، أساتذة الجامعة، أيها الخيريون اللي أهل المساجد، صيروا سياسيين، لأنه بالسياسة ماكو فراغ. أنت مصير سياسي يجي غيرك، صاحب المصلحة، صاحب الغرض، صاحب الأطماع المعينة، يصير سياسي ويجر البلد إلى غير مكان عند ذاك ما يفيد لا الندم ولا النه. فالسياسة والاهتمام بالشأن العام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هاي سياسة، كلكم راع، الأمر المعروف نهي عن المنكر، دعوة للإصلاح، الحوار في المسائل العامة، المناجات في شؤون إصلاح الأمة، هاي في القرآن موجود. هاي السياسة، بس بشرط ألا تدخل حزب؟ لا، ما في شرط، لكن الحزب وسيلة من الوسائل. تدخل جمعية عبر الآن عبر التطور العلمي والموضوع التواصل الاجتماعي، تعطي رأيك، تناقش رأي آخر، هو هذا بعد سياسة. فإحنا أحسنت على هاي التنبيه، وإن شاء الله كلتنا سياسيين ونص، مو بالسياسة. أما ما يتعلق في موضوع البديل، أحسنت. وأنا على تعليق على ما كتب أحد الأخوة على اتهامنا، قلت له منا وجاي احنا الاطار نعرضه بالتلفزيون احسن حتى الناس تفتهم قاعد نحكي قاعد نفكر. طرح هذا الموضوع في الاطار، فطرحت ثلاث نظريات. نظريه ان نعطي صوتنا اللي يجيب العدد الاكبر من داخل المكون، باعتبار احنا حكومه ائتلافيه من كل الجهات، رئيس الوزراء جاء من الكتله الاكبر، رئيس الجمهورية يفترض كان يصير من الجهة اللي هي ذات مجلس نواب أكثر عدداً، والأخ إجا الحلبوسي باعتبار كانوا عدد الستين، يعني عدد بالأربعين، واحد بالأربعين والباقي كانوا عشرين، فهو صوتهم أكبر من يمثل المكون فيصيرون. فالآن باعتبار هاي الأشياء أبعد هذا وفق القرار المحكمة، الآن من يأتي؟ هل نرجع على نفس النظرية أنه من له أصوات أكثر في المكون هو يأتي؟ بعض يقول نعم، لأنه إحنا بنينا على هذا الموضوع وفق السياق. آخر قال إحنا سياسيين، من وقف معنا نقف معه. الأخوة الطرف الآخر وقفوا ويانا وشكلنا الثلث المعطل، وهذا موقف يجب أن يشكر عليه، فالشكر عليه أن نأخذ صاحبهم. ورأي ثالث قال احنا ليش ندوخ، خلي يرشحون، يا نشوف الأنسب في إرجاع هيبة مجلس النواب في إدارته بشكل صحيح، في الابتعاد عن قضايا الفساد وإدارة الدولة، نختار هاي مصلحتنا. هاي ثلاث آراء طرحت ولم نصل إلى نتيجة. أنا صاحب الرأي الأخير، أنه خلينا نشوف منه يا هو الأحسن للبلد نختار، وعند ذاك نقدر نقنع الباقين. ترى هذا خوش آدمي، هذا الشكل، لأنه مو فد اختلافات عقائدية وسياسية، اختلافات مزاجية يعني شخصية. النصاب خفيف، ها؟ النصاب خفيف، 50 زائد 1. النصاب خفيف ليه؟ باعتبار 60 تقريبا عددهم. مثل ما رئيس الجمهورية. نعم. 50 زائد 1. رئيس الجمهورية صار بالنصب زائد واحد. باعتبار ما جاب الثلثين صراحة. عفوا سمحت الشيخ، بس رأي ثالث ممكن توضيحه، يعني ايش تقصد بالمكون له للجميع؟ هو باعتبار احنا بنيناها هالشكل، فاما من البدايه نتركها صحيح، اما كلها بنيناها ولما وصلنا هنا قلنا نفتحها. بس اكو مرشحين حيرشحون، انا مشجعتهم. ليش شجعتهم؟ حتى يفتهمون ان هذا مو منصب نازل من السماء، هاي كلها قابله ان يشتركون بها. حتى رئيس الجمهوريه في وقتها مرشحه واخرين، وهكذا. احنا مو نظام لبناني يعني مبني على هالمسائل وثبتناها بها، فما نقل غير دقيق في هذا الجانب، لانه كما اشرتم هو طرح الفكره، قلنا احنا ما نلتزم بها، براثة يسموها، احنا ما نقبل بالوراث. اذا بقوا جماعتك اكثريه عد ذاك الوقت ترشحهم نشوفهم مناسبين او غير مناسب. اما انت اللي افتهمنا انه 4 6 7 راحوا غير جهه وفلان،
قال أنا أرجعهم، عندي طريقة بأرجعهم. قلنا على كل حال نظرية الأكثر يكون هذا، بس احنا من غير ملزمين. وفي نفس الوقت قلنا الإطار لم ينتهي إلى رأي، وسينقسم في هذا الموضوع كما انقسم على برهم، قسم أيده برهم، قسم أيده رئيس الجمهورية. فهذا هو يعني الواقع اللي صار في هذا الجانب. وكنا يعني طلبنا التعجيل، لأن التأخير يبي رسائل غير مناسبة وخسر بتدخلات أخرى. فنتمنى إن شاء الله خلال أسبوع الترشيحات تصير تجتمع ونشوف يعني المقبول الوطنية، إن شاء الله يصير الاختيار. أما هل هناك إلزام إلا من هذا؟ ماكو أي إلزام في هذا الموضوع. لا، اليوم يرشحون، وباعتبار صار اجتماع لهم ما بين الأخ الحلبوسي والخنجر وعادوا تشكيل السيادة وخولوا بأن هم يختارون، فهم حسنوا الطرف من يقدم أسماء، وكو طرف آخر من المثنى يعني جماعة العزم يقدمون، وكو مستقلين ممن كانوا مع الحلبوسي الآن صاروا مستقلين. العيساوي قال أنا أقدم بنفسي، وأكو آخرين قالوا نقدم، فكان حي الله مثل ما تقول هذا يقدموا. ها؟ ديمقراطية. لا لا، عندها رأي، لأنه الأخ مسعود على مبنى الأكثرية، وأتصور يفترض الاتحاد على مبنى التحالف، يعني من وقف ضد ذاك المشروع الثلاث، فما ماكو وحدة رأي في هذا الموضوع. هذا الموضوع. ننتقل إلى موضوع القوانين. نعم، موضوع مهم جدا. ها، بالنسبة للأستاذ البكري، قائمة إبشر يا عراقي قائمة بادر إلها المجلس الأعلى، لكنها ليست قائمة المجلس الأعلى، وإنما هو تحالف في كيانات مختلفة، في مستقلين، وحرصنا أن تكون ممثلة لمختلف الأوساط الاجتماعية بتوجه إيجابي وبثقة في أنه نستطيع أن نقوم بشيء. عنوانها تصحيح الأوضاع مع الاستفادة من التجربة الماضية، ونعتمد على أهل الخبرة وأهل الحضور الاجتماعي والشباب، باعتبار الآن احنا فترة يراد لها تحدي ويراد لها شجاعة ويراد لها شنو مواجهة يعني في تصحيح هذه الأوضاع. هذه هي القائمة. دخلنا في 8 محافظات ما عدا البصرة والعمارة، ما دخلنا بيها، دخلنا بأفراد يعني ما دخلنا كقائمة. عندنا مرشح في البصرة، عندنا مرشح في العمارة، في ديالى عندنا مرشح بقائمة الأخوة مع بدر، مع بدر لأنه نبني هم قسم صارت ناس مع بدر أو المحافظ. وفي الموصل أيضا قائمة مع كل الإطار، احنا هم معهم في الموصل، وإن شاء الله يعني تكون فد صوت جديد يختلف بنبرة جديدة بموضوع جديد بلحن جديد، يحاول أن يدخل لمشروع فيه روح من الثقة والإيجابية ويواجه الأخطاء. احنا في الباب قلنا المسؤول يشكر ولا يمدح، سوى زين أحسن شكرا، أما ظل يمدح به وأنت وكأنه الدنيا واقفة عليه، وإذا أخطأ ينتقد ويطلب من التصحيح، مو يساب ويشتم ويصير كأنه فلاش. احنا العراقيين تحب يألها، وإذا هذا يكفر، لا أريد الشيء يكون موضوعي في هذا الجانب. فإحنا إن شاء الله في ضمن مشروع في بعد اجتماعي، في بعد ثقافي، وفي بعد إداري، يعني هذا اللي أشرنا إليه، وإن شاء الله في بعد سياسي في هذا الموضوع. هذه هي القائمة. القوانين نعم نحن معكم في هذا الموضوع، وكان نيتي بعد أن كملت الدستور كنت ناوي أصير يعني أخذ اللجنة القانونية حتى أكمل بها 50 مشروع يسن بقانون، لكن مع الأسف هاي المحاصصة وغيرها تحولت إلى واحد كان آفاق غير هاي الآفاق، غير موضوع، فلا لم يجري إكمال الدستور لا بقوانين ولا غيره. ولحد الآن كثير من قوانين المفروض أن تكون من أجل أركان البلاد أو الدولة أو النظام السياسي تعتمد، ما زال لم يتم سنها.
من قانون السلطة التنفيذية إلى كثير من القوانين اللي هي مهمة بالحقيقة. نتمنى إن شاء الله بهذا الاستقرار الموجود وبخطوات إن شاء الله نشعر أنه إحنا بدينا نسير برؤية وليس بفعل وردة فعل، نذهب إلى مثل هذه القوانين إن شاء الله. الحقيقة الصحة هي معنية بالتدريب والتعليم فيما يتعلق بال يعني البورد العراقي والبورد العربي، يعني الدكتوراه في المجالات الطبية والصحية للبورد العراقي اللي هو تابع للتعليم العالي، والبورد العربي تابع لوزارة الصحة. احنا نواجه مشكلة كبيرة جدا، يعني كون مستشفانا تعليمي على سبيل المثال، وطبعا هذا معمم على كل المستشفيات التعليمية. الأطباء هم خيرة إنتاجهم وخيرة يعني إبداعهم هو يحصل بين 40 إلى 60 سنة، اللي هي 20 سنة تقريبا، والكثير من عندهم شباب تفقد القطاع الحكومي، يفقد هاي الكفاءة. فأني يعني أتمنى على حضرتك شيخنا الغالي إنه هذا هسه حاليا قانون يناقش فيه إنه الكفاءات والنخب العلمية، يعني أتمنى أن يكون مقترح يستثنى أسوة بالتعليم العالي، وخصوصا إنه هسه حاليا بالوقت الحاضر إنه الدرجات العلمية يعني عدلت بين التعليم العالي باللقب الاستشاري ولقب الأخصائي الأقدم، وهذا بالنتيجة راح يعزز القطاع الصحي، يعني تبقى الكفاءات مستمرة، ويحصل نفس النظام العالمي لكثير من الأساتذة يعرفوه، إنه الأساتذة أو أصحاب الكفاءات يبقون معلقين في دوائرهم ويبقون يعني مصدر ريفيرال يعني للاستشارة مو بالضرورة للعمل. وهذا المبدأ يعني أحيانا الإنسان يوصل عمره 90 سنة 85 سنة هو يبقى أستاذ يربي الأجيال والأجيال المختلفة. أعتقد هذه الخطوة خطوة مهمة جدا، طالما يعني حضرتك يعني نتمني هذا الموضوع، وشكرا جزيلا إن شاء الله. كما شفت إحنا ما جاوبنا ترى الأستاذ أخ حول موضوع القانون، جاوبنا عن موضوع شنو مجال التربوي، مو كان سؤال للدكتور علي حول السكان وزيادة عدد السكان وكيف يمكن استيعابهم. احنا من اجل استيعابهم يبدو صارت موضوع المدارس الأهلية حتى تساعد المدارس الحكومية، ونجد مدارس أهلية حتى في المناطق يعني تحت المتوسطة، في الزعفرانية بها هواي مدارس أهلية وغيرها، وهذا يدل على هناك اهتمام من قبل الآباء بأبنائهم وحريصين على دراستهم. لكن المشكلة في المدارس الأهلية بعد أن انفتحت كانت تدخل ثقافتها، خاصة عندما تكون مدارس أجنبية، مثلا المدرسة البريطانية عندي أحد يعني أصدقاء أولاده هناك، ف على الدفتر ما اتخذ صورة الشهيد سليمان أبو مهدي، فالأستاذ اللي بالأجنبي قال له هذا ممنوع تجيبه لأن هذا بيسوي اختلافات في المدرسة. فبدأت الثقافات الأخرى تجي تفرض نفسها في مثل هذا الموضوع. هذه مسألة حساسة لأنه الشخصية تتكون في هذه المرحلة، خاصة فترة المراهقة، خاصة في البعد الاجتماعي مالته، هذا العمر هذا زين وذاك مو زين، وحساسية وشنو أنت وانتمائك وين. فيراد من وزارة التربية إذا كانت يعني غير قادرة على أن تستوعب كل هذه الطلبة أن تفرض سياسة وطنية حقيقية حتى على المدارس الأجنبية، ذاك يعلموا تركي وتاريخ تركيا وغيرها في أوسط، هذا يعلم على بريطانيا ودراسة الحروب العالمية، وكأنه إحنا هذا عارضين أولادنا للآخر ياه يريد يجي يختار من عندهم خلي يجي يختار. أنا أعتقد هذه مسألة حساسة، وإن شاء الله يصير حديث ويا الوزير وكذلك في مجلس النواب. أبنائنا هم يعني ثروتنا للمستقبل، نعتز بهم ونفتخر، وبالتالي لابد أن يكونوا الثقافة العراقية الأصيلة حاضرة ولازمة في أي مدرسة موجودة، كما يجري في كثير من البلدان. أما أنه إحنا نتسابق في أن نجيب المدارس الأجنبية، صار عندنا تسابق، هذا جاب من كندا وذاك جاب وحتى جامعاتنا اللي هي أصلا جامعات عراقية بس خليناها لها اسم أمريكي وفلان، وكأنه صارت فشي هي. أعتقد هذا الشعور بعدم الثقة بالنفس مو مصلحة في أن نعكس على أولادنا وعلى جيلنا القادم. نأخذ 4 مداخلات أخيرة ونبتدي بها الدكتور لبنان الشامي، بعدين أبتعد للأخوة اللي بعيدين علينا. شكرا جزيلا
سماحة الشيخ على هذه المبادرات والحوارات التي تنشط التفكير. سماحة الشيخ ربما أتداخل في بعض الأمور نختلف بها في بعض الأمر، مثل ما قال الدكتور عامر باعتبارنا من مؤسسي قسم النظام السياسي، السياسة العامة داخلة في كل شيء، عندنا سياسة تربوية واجتماعية حتى في البيت، سياسة البيت وسياسة الزراعية وهكذا، وحضرتك أنت عرجت عليها وقلت السياسة في كل شيء وهكذا. نعم، وهناك رسائل ماجستير ودكتوراة، فنرجو من القادة السياسيين الرجوع إليها لمعرفة كيفية بناء السياسة في مجال الزراعة والاقتصاد والصحة، والدكتور عامر كان موجود لي وأعتقد أشرف على عدة رسائل ماجستير ودكتوراه في هذا المجال. اثنين، التفاتة الزراعة الزراعة والاقتصاد والدكتور أشرف عليها؟ لا هو عندنا سياسة زراعية نبني عليها مطالعة. نعم، إحنا عندنا قسم نظم سياسات، سياسات عامة. نعم، كل شيء بيدرسوها بالعلوم السياسية؟ زين، وضع النظام نظم سياسية عندنا. طلع هذا السياسي كل شيء يفتهم يعني. شو بالك عايز؟ طب وقلت هسه قبل شوية سياسيين ونص، احنا مساتدة ونص. نعم، الحاجة لبناء وتنمية المحافظات كما ذكرت حضرتك، لكن هذا لا يستوجب وجود مجالس محافظات هذا في البداية، إلا أنه الآن احنا خلص مخبرين على الانتخابات لا بأس بها، هذا شيء جيد. أنا كنت عضو لجنة برئاسة نائب النمين عام قبل 4 سنوات في لجنة صلاحيات مجالس المحافظات، وصلنا إلى نتيجة أن مجالس المحافظات يجب أن تقنن وتلغى، يعني قبل 4 سنوات، إلا أنه التوصيات راحت أمان عام من مجلس الوزراء نامت يعني في وقتهم. التقيت ويا محافظين، كنا التقينا وكان دكتور عامر كان ويانا مال لجنة مال المجالس، التقينا في المحافظات مع 2 محافظين، واحد من عندهم صديقنا سيد عقيل، قال مجالس المحافظات جهات معرقلة للعمل للمحافظ يعني. المحافظ، نعم، هذا شيء يعني صح أو غلط؟ لا، سماحة الشيخ نرجع أنه اللامركزية موجودة ممكن، بس نرجعها ليس بأسلوب مجالس المحافظات وانتخابات ونفقات ورواتب وميزات. هو بعد دي يرشح بارحة دي يرشح وراء الحماية والدق، هذا بعده هو يفوز ما يفوز. احنا نرجع الى اللامركزيه كما كان سابقا يسمونها مجلس الاداره المحليه في المحافظات، نجيب المحافظ، نجيب رؤساء الدوائر المعنيين فد 10، ونجيب رؤساء منظمات مجتمعيه، ونجيب رؤساء النقابات، رئيس نقابه المحامين، المهندسين، هم جهات غير رسميه وبعض الوجوه، ويكونون هم مسؤولين على بناء سياسه استشاريه ومراقبه، افضل من انه انا اجيبه اول ما يعني مجالس محافظات بها سلبيات وتعرف انت حضرتك. فاذا هذا شيء جيد. الان احنا شلون نكافح هذا العزوف عن الانتخابات؟ شعبنا ايضا ممكن نقول نعم راح نفكر بهذا الموضوع بعد جراء الانتخابات، نهاية اذا لا تعديل الدستور. انا كتبت مقاله في الجريده ما هي جدول مجالس المحافظات، ممكن راح اعيدها، ذكرت ممكن نوعد الشعب مثل ما قال الدكتور عامر، نهدهم نقول راح سوف نعيد ذلك في بالسنوات الماضيه خلال لانه عمليه اعاده الدستور تعديل الدستور وهكذا، نهدد بهذا الموضوع. شكرا. لحظه يعني لحظه، 4 دقائق. نامل من على السماع كان مو بدايه. نامل من الاحزاب صراحه يعني مو مزحه، نامل من الاحزاب ان تكون سمات قادتها كسمات شخصكم متوازنة ونظافة وشخصية، لأنه تجذب الآخر يعني. أنت سويت قائمة وإحنا ما نعرف بها وقريبين عليك يعني بهذا الموضوع. كلامك على الجمعيات العلمية مهم سماحة الشيخ وأعرضها عليكم. الجمعيات العلمية تمويل ذاتي، تخرج علماء، تجي الوزارة تتدخل بهذا الشأن، ليش؟ لا هي دافعة فلوس ولا هي مكان تتدخل على الانتخابات ما انتخابات. ولهذا هذه العام، هذا العام والعام الماضي ألغت 40 جمعية علمية ومن ضمنها جمعية النخب والكفاءة تعرف ونشاطات. يا ليش ما سووا انتخابات؟ انتخابات جمعية اقتصادية 10 سنوات تأخرت ما سووها لأن بيها شكاوي، بس جمعيات انتخلت يومين تأخرت. فالجمعيات العلمية تخرج علماء كل العالم، جمعيات علمية تقود المجتمع،
فيجب مراعاة ذلك الجمعيات العلمية. أنا أشكرك أستاذنا العزيز وشيخنا وبارك الله فيك. أنا عفوا أنا أعتذر. هسه بعد أن عرفت القائمة حصوت لما صوت هذا هو المهم. أنا لو أدري كنت برشح وياك. أيوة الله يرحمك. السلام عليكم على العبيدي، تحياتي ومحبتي للجميع. نقاطي على السريع بالحوار الأول اللي أستاذ همام ذكر نقطتين كنت أصفق لها. في الحوار الأول اللي أستاذ همام ذكر نقطتين كنت أن أقف وأصفق لها. الأولى، هنالك إحباط ممنهج ضد الشعب العراقي، وهذا الإحباط بدون شك نتيجة مخدرات، نتيجة طاقة سلبية، نتيجة تذمر، نتيجة يوصل الشعب العراقي إلى نقطة انفجار، ينفجر ضد الدولة ونكون حنا حال الصومال. النقطة الثانية هي تصحيح المسار. حقيقة السياسي الشاطر اللي هو ينظر يخرج نفسه من العملية السياسية وينظر إلها من الخارج ويشوف وين الأخطاء وين ممكن توجيه الدولة لاتجاهها الصحيح. وأهم نقطة هنا أريد أؤكد عليها بتصحيح المسار، تصحيح المسار الاقتصادي للعراق. العراق يجب أن لا يعتمد على النفط. من يكون إحنا دولة اقتصادها رصين، عندنا إمكانيات هائلة في جميع الفيلدز اللي نقدر نوجه البلد. نقطة مهمة، قبل 70 عام الدولة العراقية كانت تعتمد 35% فقط على النفط. للأسف من ثورة عبد الكريم قاسم للآن هي كل الحكومات اللي اجت بما فيها هذه الحكومه الحاليه تتمنى تخرج من الاعتماد على النفط، ولكن عدم وجود سياسه حقيقيه وقرارات وقوانين تدعم الخروج من الاعتماد على النفط. الاعتماد على النفط ممكن ينزل باكر النفط نزول سريع فاحنا نكون شبه بانكربت. فأنا أقترح بس اقتراح واحد، أنه العراق يجب أن يضع 3% على الأقل من الميزانية الحالية لتوجيه هاي 3% إلى الصناعات اللي ممكن تنمي اقتصاد البلد. شكرا جزيلا، تحياتي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. الدكتور محمد حسن. الدكتور محمد حسن شيخ من دار الصحة بغداد الرصافة. مثل ما تعرفون شيخنا مضى على تشكيل الحكومة تقريبا أكثر من سنة، وخلال هذه السنة التمسنا من دولة رئيس الوزراء الاهتمام بالخدمات وخصوصا من خلال تشكيل فريق الجهد الهندسي، بحيث أنه المواطن التمس من خلال الشارع أكو خدمات، أكو حركة أعمار، أكو تطوير. مرحلة كلش مهمة اللي هو ما بعد انتخاب مجالس المحافظات كأي قائمة لها منهاج حكومي. فالمنهاج الخاص بقائمة أبشر يا عراق، ما هي الأولويات اللي ممكن تدخل مستقبلا في تطوير هاي الخدمات والتركيز على الأشياء المهمة في تطوير قطاع الخدمات بالنسبة للمواطن؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الجبار العمودي متقاعد. نائب سابق. سيادة النائب. ومكتب سياسي في بدر. شكرا سماحة الشيخ على الاستضافة. في الواقع المرة الثانية أسمع منكم البارحة واليوم على حالة الارتياح الاستقرار في الوضع السياسي، وهذا فد شيء إيجابي وجيد. وأنا أنقل الحديث من نخب الكفاءات إلى لون آخر من الحديث إذا سمحتوا. الحقيقة النظام السياسي بحاجة إلى محافظة وإلى رعاية، وحدنا ركيزتين أساسيتين بالدفاع عن نظامنا السياسي، لا سيما تاريخ العراق مشهود بالتآمر، بين سطر وسطر التآمر مستمر علينا من 58 لحد تشرين هذا جماعة تشارنا. ركيزتين أساسيتين هي عندنا الحشد حالياً وعندنا الجيش. الحشد
مقدار أنه هناك اهتمام محدود، لكن نحتاج إلى تطويره وتقويته ونعد إعداد كبير وقوي حتى يدافع عن النظام أولا، واثنين الجيش. الجيش ممثل في وزارة الدفاع، وزارة الدفاع إحنا مو يمها كأطار، وزارة الدفاع ماخذ الطرف الآخر وما يفعل ما يشاء بها من مؤسساتها من فرقها من غيرها، تغييرات تصير، حوادث مو يمنا، فلا سامح الله إذا يصير شيء يكون موقف سلبي تجاه زعزعه النظام السياسي. اللي نرجو أنه نلتفت لوزارة الدفاع. آخر تغييرات حصلت حاليا في جهاز مكافحة الإرهاب تغير، وقيادة عمليات بغداد تغير، وشخصيتين عسكريتين المفروض شخصيات عسكرية مناسبة تنسجم مع الدفاع عن النظام السياسي حتى تكون القضية رصينة وممكنة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيادة النائب. آخر مداخلة لكم دقيقة واحدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذه الفرصة في المداخلة الأخيرة. الحقيقة تفضل سماحة الشيخ في بداية حديثه وقال أن البلد يبنى في جانب منه في السياسة وفي جانب آخر في الكفاءات. موضوع السيادة وحماية صمام أمان واستقرار العراق حقيقة هذه مسؤوليتنا جميعا، سياسيين، كفاءات، مواطنين. فجر هذا اليوم تعرضت قواتنا الأمنية إلى اعتداء غادر من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القضية في الحقيقة تكررت وهي ليست الأولى، ولو نراجع مقولة المرجعية الخالدة المتمثلة بسماحة السيد السيستاني حفظه الله، ليس لنا ما نفتخر به غيركم شهداؤنا. الشهداء الذين سقطوا هم أبطال الأمس في تحرير الأرض وحماية المقدسات والعرض. هناك قرار سابق لمجلس النواب في أن يكون هناك جدول زمني لخروج قوات التحالف، وهي قوات على الأرض يبدو بغير ما يعلم عن أنها فقط للاستشارة والتدريب. هذه الضربات العسكرية كيفما كانت مبرراتها لا تؤكد أن الوجود وجود استشاري تدريبي، هناك وجود عسكري ينتهك السيادة، يخالف القانون العراقي، لا تقبل به كرامة وعزة أبناء الشعب العراقي فضلا عن المرجعية الدينية. موقف واضح يجب أن يكون من خلال هذا الملتقى، من خلال الإطار التنسيقي، من خلال حكومتنا التي تقدم مصلحة المواطن وسيادة العراق في هذه القضية المهمة جدا. وشكرا. شكرا جزيلا. بعد 30 ثانية دكتور. شكرا. هاي لكم. شكرا مداخلة. سمحت الشيخ تفضل. الله أحسنتم كثيرا. أستاذ الدكتور لبنان الشامي، بعد خبير في هذا الموضوع. نحن بالحقيقة في موضوع الدستور كنا حريصين جداً باعتبار التنوع الموجود والنظام الشمولي السابق، أردنا أن ننطي للشعب فرصة أكثر مما للسلطة، وذاك صار نظام برلماني بل هو أكثر من برلماني، باعتبار النظام البرلماني رئيس وزراء يقدر يحله، أما في نظامنا ما يقدر يحله رئيس وزراء إلا أنه يحل نفسه. فعلى تعبير الدكتور حسن الجلبي قال هذا نظام مجلسي وليس نظام برلماني، فكان هدفنا هو جعل الشعب العراقي يحس بقوته ودوره وأنه صاحب القرار الأخير. أعتقد 20 سنة حس بها، قدر يغير حكومات ويسوي الأشياء. الآن العودة إلى ترتيب شيء آخر بما يتناسب مع أوضاعنا أعتقد ما في، يعني فكرة طيبة. والآن أكو بحث في مراجعة الدستور، وأكو يعني الأخ الدكتور حسن ياسري مكلف بهذا الموضوع يراجعنا كثيرا، وإن شاء الله بعض هالأشياء يمكن يعني تعديلها. وإن كان هو في الدستور ما ذكر طريقة تشكيلها، قال مجالس، سمينا المجالس، هل تأتي من مدراء العامين الموجودين مثلا في المحافظة يصيرون هم أعضاء هذا المجلس، ورئيس الوزراء والمحافظ يصير كأنه رئيس مجلس إدارة، فقابل للتحوير والتعديل. على كل حال التجربة السابقة كان فيها إيجابية وكان فيها سلبية، هل نستطيع أن نتجاوز السلبية؟ نسعى، ما استطعنا نجي نحله، ماكو شيء منزل من السماء، كل شيء يتناسب مع الوضع العراقي. أو نص ونص أحسن، قسم تعيين وقسم مثل ما موجود في بعضها. هاي. ها؟ موضوع الجمعيات العلمية الغلق صار بها باعتبار يعني ما التزمت بالنظام مالت النظام الموجود في
في وزارة التعليم العالي واللي هو قديم ما صور جديد، قديم يعني من النظام السابق 2000 أي قبله أحسن. سأكون مسعى في إقناع وزير التعليم العالي إن شاء الله سوينا مؤتمر في هذه المسألة إنه لصالح البلد، هاي الجمعيات بفائدة كما أشرتم يعني خبراء وعلماء. لا أكو أسباب، كانت كورونا وكانت تشرين وكانت فمش ما قدرت تجتمع. مثلا ما أشار الأخ الدكتور يعني نقاط جميلة أشار إلى موضوع الإحباط، وأعتقد فعلا هو ممنهج، وإن شاء الله إحنا في عمل ممنهج في أن نرد هذا الإحباط. تصحيح المسار، وهذا يحتاج أن يشارك به الجميع وأن يكون علني أنه يجب أن نعدل نغير نصحح. ما أشرتم إلى جدا دقيق ومهم، وهو موضوع الاقتصاد، اقتصاد في جوانب المختلفة وفي جانب المالي أيضا. أموال كثيرة موجودة لكن طريقة الاستثمار والاستفادة منها سيء بل مضر، ومن يعني ليشوف دور البنوك هو دور معرقل وليس دور مساهم في عملية التنمية. صار حديث ويا الأخ رئيس الوزراء في هذا الجانب، وعد خيرا، بس أعتقد المسألة كبيرة يعني كبيرة في هذا الجانب. احنا في هذا الموضوع طرحنا فكرة حي على الكرامة، وهو مسألة تحرير أموالنا من قيود البنك المركزي الأمريكي كما هي حال كل البلدان اللي عندها أموال. احنا ندعي السيادة لكن السيادة غير كاملة على أموالنا في هذا الجانب، وسهم جانب مشكلة ثانية السيادة على أمننا صار بيد الآخرين. فجزء من مشروعنا في تصحيح هو تحرير أموالنا، حي على الكرامة في مجموعة مقترحات قدمنا بها، التعامل بالأكثر من عملة، تبادل، مسائل كثيرة في هذا، سد الديون إذا أكو ديون مو مشكلة، أحسن ما نبقى 20 سنة إحنا الدولار شوكتي يعطى وشوكتي يمنع. هذا فيما يتعلق في موضوع، وكذلك موضوع البنوك والتسهيلات اللي مفروض أن تديها ودورها في عملية التنمية. إن شاء الله النخب والكفاءات تهتم في هذا الجانب وترفع شعار في إدخال البنوك في عملية التنمية بشكل فاعل إن شاء الله. موضوع الأخ محمد حسن، سياستنا هي سياسة احنا في ابشر يا عراق، الانسجام والتكامل مع سياسة الحكومة الاتحادية اللي طرحها الأخ السوداني في بداية عمله، اللي هي أشار إلى 4 نقاط، اللي هي موضوع الفساد، فرص العمل، الخدمات، وموضوع التنمية. أتصور هذه مسائل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية تفعيلها في داخل المحافظات، لكن مع رؤية تصحيحية لطريقة العمل اللي جرت فيها المحافظات سابقا. هل نستطيع؟ احنا رافعين هذا الشعار ونطرحه داخل الإطار، لأنه احنا في داخل الإطار المبنى هذا أنه ما نحصله من مواقع نخليه في سلة الإطار، ثم نوزع المحافظات كما صار توزيع للوزارات على أطراف الإطار، بحيث يصير مثل ما أشار حكومة الإطار حكومة مسؤولة على الحكومة الاتحادية وعلى حكومة المحافظات. بهذه الرؤية إن شاء الله يصير نوع من التعاون أفضل من السابق اللي كان به نوع من التنافس اللي أدى إلى عدم النجاح في إدارة كثير من هذه الأمور. نعم، موضوع الاستقرار أساسه أمن وأساسه انسجام سياسي، صحيح دكتور؟ أمن جيد، إذا انسجام سياسي ماكو كمان تصير صراعات، أمن زائد انسجام سياسي. انسجام سياسي الحمد لله لحد الآن قدرنا نحافظ عليه من خلال ائتلاف إدارة الدولة، وكل قضية نحاول نطرحها ونصل فيها إلى رؤية مشتركة وموقف مشترك. بقى موضوع الأمن، في موضوع الأمن في فترة حدود 4 سنوات الماضية صار عليه كثير من التغييرات والتبديلات بدون رؤية واضحة، وقد تدخلات يعني مخربة فيه. الالتفات إلى الأمن موضوع مهم جدا، لكن يعني ما أكمل مع مداخلة الأخ أن هذا الأمن العراقي مع الأسف والصح الحشد هو نقطة اطمئنان للجميع
باعتبار ناس يعني وطنيين مستميتين من أجل هذا النظام واستقرار هذا البلد. الأجهزة الأخرى الحمد لله جيدة في هذا الموضوع، لا نبخس حقها، خاصة الأمن الوطني وباقي الأجهزة. الجيش هناك كأنه مسعى في عدم استكمال بنائه ودفع باتجاهات شكلية، والسبب في ذلك حتى عندما تشكل اللجنة الفنية وتقول هل أنتم بحاجة إلى دعم خارجي، هل هناك حاجة لبقاء القوات الأجنبية، يجي الجواب نعم، ما عندنا طيارات، ما عندنا طيارات هليكوبتر، ما عندنا فلان شيء، فبالتالي والعدو على الأبواب. والغريب أنه كل ما نتحدث بهذا الحديث يا إحنا صار الحمد لله انتصرنا على داعش والوضع جيد والأمن جيد، فتسمع سواء من حتى من السفيرة الاسترالية اللي هي مختصاص بهذا الجانب، أنتم ضامنين يعني داعش ما ترجع، كأنه مؤشر ترى إذا هذا معناها داعش ترجع. وهذا هو الاعتماد على الآخر، نتيجته أن تصبح أمنك واقتصادك ومستقبلك بيد الآخر. لذلك طرح في داخل الإطار هو موضوع أن إنهاء التحالف، قوات التحالف، نقدم لها الشكر والامتنان على مساعدتها في مواجهة داعش. الآن وجود الحشد، وجود باقي القوات بهذا التعاون، قد نحتاجكم، نعم نحتاجكم، لكن ما نحتاجكم كقوات تحالف دولي، وإنما نحتاج التعاون ثنائي. إذا نحتاج من فرنسا شيء معين، هذا الشيء نطلبه إحنا من فرنسا ضمن اتفاقية ثنائية تجي تساعدنا، أو من بريطانيا أو من أمريكا أو من أي بلد. إنهاء قوات التحالف، شكرا، تغادر، ثم نعيد ما نحتاجه من خلال اتفاقات ثنائية وتكون تحت يعني الولاية العراقية في هذا الجانب. هذه هي الرؤية الموجودة، وإن كان فيها نوع من التهديد، بعضهم يقول لك إذا طلعنا بعد ما تبقى هنا قوات يرجع داعش ترى في هذا الجانب. احنا نعتقد ان الاجواء اللي جابت داعش غير الاجواء الان، الناس غير عالم، غير اوضاع، لن يجدوا فرصه لهم داعش. لكن هذا يراد له قرار سياسي وصلابه شجاعه يعني في تنفيذه وتعاون، مو بعدين ذاك يقول لا والله احنا محتاجين، واذا طلعوا من يمكم خليجون يمنا بالشمال، وذاك يقول كانه يتحول من هذا الانسجام السياسي الى نوع من التنافر يؤدي إلى مشكلة أخرى، أنه مشكلة سياسية في هذا الجانب. ما جرى يوم أمس أو ما أدري اليوم من هذا العمل، موقف الحكومة العراقية موقف شجاع وصريح وواضح تشكر عليه. هذا عمل تجاوز به السيادة، وكأن البلد ما له راعي ولا مسؤول ولا هناك حكومة، وإنما فعل له ردة فعل خارج القانون، ويجب أن ينبه، والعراقيين كرامتهم ما تسمح أنه في بلده، ويفترض على تعبيركم أنتم ضيوف، ما يسمح للضيف أن يعتدي. وإذا أنتم جايين بهذه الطريقة بالفرض، فعند ذلك حيكون أنه موقف آخر في تحقيق السيادة. تجاوز الحكومة العراقية قانون العراقي في التعامل مع أبناء العراق، هذه قضية حساسة وخطرة، وتعيد لنا فكرة احتلال، وعلينا مواجهة المحتل بكل ما نملك. والحمد لله الأمريكان دخلوا 80 بلد والعراقيين طلعوهم، وهم يقولوها والعراقيين طلعوهم، 180 ألف مارينز موجود، تالي طلعوا. فإذا هل 20 ألف، 15 ألف، 5000 ناويين يريدون يتعاملوا بهذه الطريقة، فالشعب العراقي مستعد على هذه المواجهة. هنفترض هم جوا بقرار عراقي، وكما يدعون نخرج بقرار عراقي، فإذا كان هذا هو المبنى فأنتوا التزموا بالقوانين العراقية. إن شاء الله هذا يكون درس لنا، أنه نستكمل، نحس أنه إحنا أمامنا تحديات وأمامنا أهداف، السيادة في موضوع الأموال والسيادة في موضوع الأمن، عند ذاك عراق مقتدر إن شاء الله، وشعبه يعيش حياة كريمة. هذا هو شعار قائمة أبشر يا عراق، نحو عراق مقتدر، أمواله بيده وشعبه يعيش حياة كريمة وانسجام سياسي، وإن شاء الله أمن طيب لكل العراقيين. احنا اطلنا عليكم الحديث، شكرا على حضوركم. الكفاءات العلمية لها دور مهم، والشباب هم الفاعلين ايضا في تفعيل كل البرامج ان شاء الله اللي تأتينا من اصحاب العقول الكبيرة والنيرة. والسلام عليكم ورحمة الله.